السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، حرصا منا على مواصلة رحلة العطاء والتواصل مع طلاب تبارك الخاصة. أنشأنا منصة تعليمية رائدة لاستكمال المناهج الدراسية، وهي قناة تبارك التعليمية من خلال كوكبة من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، إخواني الطلبة والطالبات، طلاب مدرسة تبارك الخاصة الصف 11، اليوم سنتكلم في درس جديد من دروس التربية الإسلامية، وهو الدرس الأخير من الوحدة الثالثة، وهو درس القضاء والقدر رقم 2. القضاء والقدر: قد يقتضي الله لعباده، لبعض الناس ما يظن أنه من حظوظ الدنيا كحظ العلم والمال والجاه والجمال وغيرها من هذه الحظوظ الموزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. قال تعالى على لسان سيدنا سليمان عليه السلام: قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذا أعطاك الله العلم والمال والجاه والجمال أو أحدهما أو كلياهما، إنما أعطاك هذا ليبتليك، هل هتشكر الله عز وجل على هذه النعم أم لا تشكر الله عز وجل على هذه النعم؟ فليس الغنى مكرم، الغني مكرم لأنه غني، وليس الفقير مهانا عند الله لأنه فقير. حكم خير القضاء والقدر وشره: الابتلاء، إن المصائب التي يقدرها الله تعالى لعباده تنطوي على خير لهم، يعني إذا ابتلى الله عز وجل عباده فعلى على خير لهم، ومن ضمن هذا الخير الابتلاء الذي يمر به المؤمن. الله عز وجل يبتلي المؤمن فتكون نتيجته منحة إلهية، فكل محنة تنطوي على منحة. فعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من أمر المؤمن، إن أمره كله خير، يعني أمر المؤمن كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمين؟ إلا للمؤمن. لماذا؟ لأنه إن أصابته سراء، يعني إن أصابته شيء يفرحه شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى المؤمن عندما تصيبه أو يصيبه شيء يفرحه يشكر الله عز وجل، وعندما يصيبه شيء فيه ضراء أو يغضبه يصبر على ذلك لله عز وجل، فهذا كله خير للمؤمن. 2، التذكير بالآخرة وخطر الدنيا. التذكير بالآخرة وخطر الله عز وجل أراد أن تكون هذه الدنيا ممرا للحياة الآخرة، أراد أن تكون هذه الدنيا ممر للحياة الأخيرة التي هي المقر، الحياة الأخيرة هي المقر. فلو كان هذا المعبر مليء بالنعم والمتع الصافية من الألام والشوائب لعشق الإنسان الدنيا وتعلق بها. لذلك شاء الله تعالى رحمة بعباده أن يمزج متع الدنيا ببعض الغصص ومعكرات المصائب والألام. لماذا؟ لئلا يركن الإنسان إلى الدنيا ويترك الأخرة. يبقى الله عز وجل دايما في محطات في الحياة في الابتلاءات وهكذا يذكرنا دايما بالآخرة، وأن الآخرة هي الدار، هي دار المقر، هي دار النعيم. 3، إيقاظ الغافل. القضاء والقدر والابتلاء قد يكون يوقظ الغافل، قد يبتلى الله بعض الناس بالمصيبة ليكون سبب في الهداية، أو يكون سبب في إيقاظ الإيمان في أعماقهم أو في قلوبهم، فيرجعون إلى الله عز وجل عن بغيهم وظلمهم ويتركون المعاصي. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل مرة أخرى. يبقى الابتلاءات تكون من الله عز وجل، والمصائب تكون إيقاظا لك وتنبيها لك لكي تعود إلى الله عز وجل ويمتلئ قلبك بالإيمان مرة أخرى وترجع إلى الله عز وجل مرة أخرى. التربية والتأديب: قد تقتضي الحكمة تطهير النفس البشرية من بعض الخصال القبيحة، فإن نعمة الصحة قد تدعو إلى الإعجاب بالنفس، وهكذا سائر النعم التي تطغي الإنسان. قال تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه سنة. فإذا ابتلي بالمعصية انكسرت نفسه وخضعت. الله عز وجل يبتليك لكي ترجع، يبتليك لكي يختبرك، تشكر
أم تكفر أم تكفر. مفاهيم غير صحيحة في القضاء والقدر. يعتقد بعض الناس أن المقتول ظلما قد قطع القاتل أجله، وهذا غير سليم، فالأجل عند الله لا يزيد ولا ينقص. قال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأجل المكتوب لموت المقتول في علم الله إنما هو ميقات قتله، ويعاقب القاتل لتعديه على المقتول من خلال قصده العدواني وعزمه وتنفيذه للقتل. يبقى الاعتقاد بعض الناس أن المقتول ظلما قد قطع القتل أجله هذا غير سليم، فالأجل عند الله لا يزيد ولا ينقص. 2. التعجل في الحصول على الرزق. بعض الناس يقول: لماذا أنا فقير؟ والحقيقة أنه لا يوجد مخلوق حي من البشر بغير الرزق، فالرزق من لوازم الخلق والحياة. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الرزق لابد أن يكون، لابد أن يكون موجود، والرزق محتوم ومحدد كالأجل، لا يتقدم ولا يتأخر. وقد اقتضت حكمة الله ألا يكون الناس سواسية في الرزق. الله عز وجل أراد ألا يكون الناس سواسية في الرزق. قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وما علمنا أن الرزق مقسوم. نعلم أيضا أنه سبحانه وتعالى حسن على الرزق والعمل والسعي. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق وليه النشور. فيجب التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب والذهاب للعمل من أجل الرزق. 3. الفهم المغلوط للآيات القرآنية التي تتحدث عن الهداية والضلال. قال تعالى: من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. إن الفهم الصحيح لهذه الآيات هو أن الله تعالى لم يشأ أن يكره الناس على اتباع سبيل الهداية والرشد، ولو شاء لفعل ذلك، لكنه سبحانه أعطى كما كنا في الدرس في بداية الدرس حرية الاختيار للناس، وعلى حرية الاختيار ورتب على هذه الحرية يا إما ثواب يا إما عقاب. فأنت تستطيع أن تختار الهداية وتتبع طريق الهداية والرشاد والثواب إلى الله عز وجل، وأنت تستطيع أن تختار طريق الضلال وطريق الشيطان، وبذلك تعاقب أمام الله عز وجل. الأثار التربوية للإيمان بالقضاء والقدر. الأثار، ما هي الأثار التربوية أو الناتجة من الإيمان بالقضاء والقدر؟ ربط العبد بخالقه سبحانه. أنت تؤمن بالقضاء والقدر يكون هناك ربط بينك وبين الله، فيبقى قلبه معلقا فيه راجيا منه دفع السوء ونوفقه لخير الدنيا والآخرة. 2. أن يعرف الإنسان قدر نفسه فلا يتكبر ولا يتبطر. 3. معالجة أمراض النفس الناشئة عن عدم الرضا بالقضاء والقدر كالحسد. 4. يبعث في النفوس اليقين والشجاعة والثبات والتحرر من الخوف إلا من الله، وأن الأجال والأرزاق محددة لا تزيد ولا تنقص. 5. يورث العبد قدرة على مواجهة المصائب والأحداث، فلا يستسلم وينهار ولا تضعف نفسه، بل يسلم أمره لله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. 6. يورث السعادة وطمأنينية القلب وراحة النفس والبدن. كيف ترد على من يقول أن عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر تدعو إلى الإنسان إلى التعليل بالمكتوب فيكسل ولا يقوم بالواجب الملقى عليه؟ هذا فهم خاطئ للتوكل على الله، وتصرف سلبي مخالف للكتاب والسنة، فاتخاذ الأسباب من القدر، فالله قدر أن يكون حرث وزرع وحصاد والولد من النكاح، فلا يجوز إهمال الأسباب باحتجاج بالقدر. ما هي آثار الإيمان بالقضاء والقدر فيما يتعلق بأفعال الإنسان الصادرة عن إرادته واختياره؟ 1. إحساس الإنسان بالمسؤولية تجاه أعماله، لأنه يشعر أن الله خيره وأعطاه حرية هذا الإرادة فيما أمره به ونهاه عنه، ويستطيع أن لا يكون بذلك. 2. الحرص على الأعمال الصالحة والإقبال عليها بكل ما أتي من قوة، لعلمه أن الموت قد يداهمه في أي لحظة. 3. السعي إلى اتخاذ الأسباب، لعلم
أن الأسباب المشروعة هي من قدر الله عز وجل. وبذلك إخوان الطلبة والطالبات نكون قد انتهينا من درس القضاء والقدر، على أمل أن نلتقي بكم في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.